وجهة نظرك في تبرع السيسي بنص ثروته ونص مرتبه؟ ما احنا مش عارفين نص ثروته قد ايه، يعني عشان نقول انها هتعمل تغيير في مصر ولا هي كرمز. ان كان كرمز مجرد رمز فده حاجه جميله جدا كتير، او لو حزوا من اصحاب رؤوس الاموال المستثمرين الناس اللي عندها فلوس كتير يبقى حاجه كويسه. اما اذا كانت بقى هو فعلا عنده ثروه كبيره بيتنازل عن نصها فيعرفها لنا عشان احنا ما نعرفش. احنا معلوماتنا ان هو ثروته ما فيش ثروه كبيره ولا حاجه، لكن هو اذا كان بياخدها كرمز وكفكره حاجه جميله، زي الموضوع لما بدا ركب العجله وادى برضه كانت رمز يعني جميله ويشكر عليها. بس يا ريت ما تبقاش اجباري، تبقى اختياري، لان وارد ان لما تكون اختياري الناس تدفع اكتر من كده لو تقدر، بحيث ان هو الموضوع حب مصر، والحب ما بيفرضش بقانون او باجراء، لكن الحب قدوه، وهو قدم كده القدوه للناس، ويسيب الناس بقى هي تعتبره كقدوه وتعمل زيه، ويمكن الناس تعمل اكتر كمان. انا قريت الخبر ده وجاتني رساله على الموبايل ان معالي الرئيس هيتبرع بنصف مرتبه ونصف املاكه. هو راجل بسيط وهو اللي انقذ حياه مصر، وكان مصر هتبقى في دوشه لو ما وقفش الرئيس السيسي. وانا بعت له جواب او خطاب بمعنى اصح من يومين ثلاثه بالبريد السريع، ياكش اللي يكون حواليه في الرئاسه يسلموه الجواب ده عشان حاله الشعب محدود الدخل. كل واحد مسؤول في الدولة يتنازل حق زي ما السيد الرئيس فريد السيسي السيد الرئيس قال لك احنا انا نص ثورتي وبعدين الحد الادنى هسيبه للدولة وحتى قال لك نص المرتب هيسيبه، يعني مثلا هو بياخد كام كذا لا هيديله كذا، يعني مثلا هيدي كذا مش هقول لك يعني مثلا واخد كام عشان ما فيش حد يعرف واحد بياخد مثلا واحد وكام مثلا خد 8. ما نقولش الكلام ده ليه؟ احنا ما نقعدوش. ممكن نقول لك ده بهجمه دلوقتي لما بنقول الست فريق السيسي قال كلام حلو علشان نوري اللي هو الناس الكبار ان ده اتبع البلد. والله الراجل ده الواحد مش عارف يعمل معاه ايه، يعني الراجل ده يعني اتبرع بعمره قبل كده، فده مش جديد عليه، يعني راجل خير ومتدين وعايز يوصل رساله. هو دي رساله عايز يوصلها ان هو ما مش عايز، يعني مش عارف اقول لك، انا تعاطفت معاه جدا النهارده الرساله اللي قالها، يعني رساله قويه جدا من القلب للقلب، ودي سمات الشعب المصري في اوقات الشده. يعني هو عايز يوصل رساله ان مش ما كانش بيسعى على الكرسي ولا كان بيسعى على السلطه، لكن هو نزل براي الشعب، فهو وصل رساله. الفلوس مش كل حاجه والكرسي مش كل حاجه، فاللي باقي له عمله وجهده بس. السيد الرئيس بنص مرتبه ونص ثروته ده مثل يحتذى به للمصريين، ويجب في الفترة القادمة أن نجتهد جميعا لبناء مصر الحديثة، وأن كل فرد يقوم بكل ما لديه من جهد. هو من غير هو ما يطرح سيادة الرئيس هذا الوضع احنا المفروض نعمل كده، يعني احنا المفروض نعمله من غير هو ما يطرح. والله انا بتمنى اللي هو ما يتبرعش لا بنص مرتبه ولا بنص ثروته. لو عايزين مصر تزدهر، لو بيعمل كده عشان يثبت لكل الموظفين العموميين اللي هم ينزلوا بمرتباتهم ويوافقوا على الحد الاقصى للاجور، لا وممكن ده يبقى قانون ويجبرهم على كده. ثانيا احنا بنتمنى عشان مصر تزدهر مش محتاجين نص مرتبه ونص ثروته، احنا محتاجين ان الناس امام القانون سواء، القانون يطبق على الكل، والقضايا اللي موجوده في الاموال العامه ومحدش بيقدر يجي جنبها القضايا تتفتح. كده هيبقى ادانا اكتر من نص مرتبه ونص ثروته، كده حقق لنا العداله القانونيه. رئيس عشان لما تيجي تحصل حاجه غلط ونقول له سياده الرئيس الحق ده غلط وميلحقها، اما كده البلد تبقى سايبه. مختلفين او مؤيدين لازم يبقى لينا رئيس، صح كده؟ صح كده.